أهلا بكم. فشلت جميع الجهود منذ العام 2003 وحتى الآن في إنهاء أزمة الكهرباء المزمنة في العراق، برغم صرف مبالغ طائلة على هذا القطاع، فتسببت هذه الأزمة بإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد العراقي. قدرها تقرير دولي لمجموعة من المختصين بشؤون الطاقة أنجز لصالح الحكومة في العراق في السنوات الماضية، قدر هذه الخسائر بأكثر من 300 مليار دولار. وكانت الحكومات التي شكلت بعد العام 2003 في العراق قد أنفقت في الأعوام الماضية أكثر من 46 مليار دولار على قطاع الكهرباء، إلا أن إمدادات الطاقة الكهربائية واصلت تدهورها. ويقول خبراء متخصصون بقطاع الكهرباء إن العراق يحتاج إلى 30,000 ميجاوات، في حين أنه لا ينتج في أفضل الأحوال سوى 10,000 ميجاوات، ويهدر منها نحو 4,000 بسبب ضعف شبكات النقل. مشكلة الكهرباء في العراق هي ما سنبحثها في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا ما زال العراق يعاني من نقص شديد في الطاقة الكهربائية برغم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على هذا القطاع؟ وأين أصبحت الوعود الحكومية المكررة منذ العام 2003 عن إنهاء معضلة نقص الكهرباء؟ وهل فعلا إن أحد أسباب عدم إنهاء ملف الكهرباء في العراق هو خضوعه للابتزاز والمساومات السياسية؟ وهل تستقيم الأحاديث الحكومية عن إطلاق عملية تنموية واعدة ونهضة اقتصادية في ظل هذا النقص الشديد في الطاقة الكهربائية وتهالك قطاعها؟ وما هي توقعات المتخصصين في قطاع الكهرباء لهذه الأزمة في المرحلة القادمة في ضوء استمرار الفساد الحكومي وسوء الإدارة العام في العراق؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، إحسان العبيدي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نبحث فيها مشكلة الكهرباء في العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا من عمان عبر سكايب الخبير في مجال الطاقة الكهربائية الأستاذ إحسان العبيدي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. لو بدأنا من عمان مع السيد إحسان العبيدي. أستاذ إحسان، يعني الحكومة وخبراء، وهذا شيء مؤكد، أنها صرفت الحكومات في العراق صرفت خلال السنوات الماضية أكثر من 46 مليار دولار على قطاع الكهرباء، وأيضا لا مشكلة في قضية الطاقة في العراق من نفط وغاز لتشغيل المولدات الكهربائية، ولا مشكلة لدى العراق في الطاقات البشرية من مهندسين وكفاءات وفنيين، ومع ذلك ليس في العراق كهرباء. السؤال كبير، سؤال الناس البسطاء: ليش ماكو كهرباء بالعراق برغم كل هذه العوامل الجيدة لإنتاج كهرباء؟ نعم، بالبداية أرحب بحضرتك وبالضيوف الكرام ضيفك الكريمين، وأرحب بكل من يشاهد هذا البرنامج. أهلا وسهلا. الحقيقة قضية الكهرباء بالعراق ومشكلتها هي ليست مشكلة فنية، وإنما هي مشكلة إدارية، وقسم يعزوها أنه مشكلة سياسية، لأن ما مثل ما تفضلت ما صرف وما من إمكانيات من مبالغ مالية ومن توفر إمكانيات وخبرات للكادر العراقي الموجود حاليا والذي تسرب، كان باستطاعته أن ينجز الكثير الكثير، لكن هو سوء الإدارة وعدم وجود رؤية واضحة وسياسة واضحة لحلول الكهرباء. الكهرباء حالها حال أي مشروع أو أي خدمة في العراق تدهورت بعد 2003، لكن بالكهرباء تكون أكثر وضوحا من غير قطاعات أخرى،
لأن تمس حياة جميع المواطنين. نعم. ومحتاجيها في على طول فترة النهار والليل، يعني ما بيها خلينا نقول نعم. مستمرة، احتياج مستمر لها، ليس مثل الخدمات الأخرى. نعم. مثل ما قلنا الكهرباء هي منظومة، يعني اسمها منظومة كهربائية. هذه المنظومة الكهربائية فيها قانون أو مصطلح، الكهرباء لا تعمل إلا بوجود نظام. النظام يعني نظام دولة تستطيع الالتزام أو الإيفاء بالتزاماتها، وبالمقابل المواطن عليه التزامات يجب أن يؤديها. لكن بعد 2003 انفقدت الثقة بين المواطن ووزارة الكهرباء بسبب الوعود الكبيرة التي كان يعطيها ومبالغ بها، وعدم إمكانية أو وجود نية لتنفيذ وعود الكهرباء، إضافة إلى الفساد، إضافة طيب. إلى فيما يتعلق يعني. أستاذ إحسان، خليني أسأل، هذا المبلغ 46 مليار دولار، هل فعلا قطاع الكهرباء يحتاج إلى هذا المبلغ؟ لو صرف هذا المبلغ بالكامل بلا فساد بلا سرقات أو نهب على قطاع الكهرباء، سيكون قادر فعلا على إيجاد إنشاء منظومة لتوليد الطاقة الكهربائية كافية للبلد فعلا؟ يعني هل المبلغ هذا كافي أم أنه مبلغ غير كافي لإنتاج كهرباء مستدامة في العراق مستمرة؟ المبلغ هذا ضخم جدا، يعني ضخم جداً. يفترض أن يكون كافي، ومو بس للعراق، ممكن نصدر من عنده كهرباء للآخرين بوجود عندنا النفط، لأن إحنا الكهرباء نعتمد بإنتاجها عن النفط. وللعلم هسا إحنا الدولة الوحيدة بالعالم اللي هي تمتلك رابع احتياط نفطي، وتمتلك درجة عاشرة أو بتسلسل العاشر بالنسبة للغاز، الغاز الطبيعي. لكن هي الدولة الوحيدة اللي تستورد كهرباء وتستورد نفط وتستورد غاز. يعني ما سنتحدث الدول، سنتحدث أستاذ إحسان عن قضية استيراد الكهرباء أو يعني حتى استيراد مشتقات نفطية أخرى. يعني قبل 91، قبل تدمير هذه المحطات في الحرب الأولى في الخليج، كم كان يصرف على قطاع الكهرباء في العراق؟ كان إحنا بالعراق بالسبعينات والثمانينات، نعم، ما كان العراق يعرف أزمة للكهرباء بالرغم وجود حرب. يعني كان ما نعرف احنا البرمجه الكهربائيه الا بعد ضرب المحطات الكهربائيه بعد حرب الكويت. لا، لكن احنا كنا نحتاج بحدود بالسبعينات الى 1000 ميجا واط، انتجنا 4000 ميجا واط اضافيه، يعني بحيث يعني كان هناك فائض. فائض، نعم. واحنا حاولنا بزمن بالثمانينات ان نصدر لتركيا، لان القرى التركيه الحدوديه بعيده عن مراكز الانتاج محطاتهم الكهربائيه، على اساس كان عندنا استعداد ونصبنا محطات قريبه من الحدود التركيه حتى نجهز تركيا، لكن الحرب أزالت هذا الشيء. نفس الشيء كانت عندنا على أساس مشروع الربط العربي السباعي، كنا مخططين له، وكان عندنا إمكانية نصدر حوالي 3000 ميجا واط ذاك الزمن، لكن الحرب يعني أخرت، نعم، ووقفت كل الأشياء هذه. المهم الكهرباء إراد لها إدارة صحيحة وناس تعرف شو تريد.
يعني قبل سنتحدث ما المطلوب لإيجاد منظومة كهربائية يعني صحيحة ومستمرة. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. يعني بعد العام 2003 أربع حكومات تشكلت، هناك ميزانية انفجارية كبيرة صرف على قطاع الكهرباء 46 مليار دولار. العراق الجديد مدعوم من العالم، كل العالم مدعوم سياسيا وعسكريا واقتصاديا وماليا. أليس محرجا لهذه الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق أن البلد لحد الآن ليس فيه كهرباء، أو أنه يعاني نقصا شديدا في الكهرباء برغم كل هذه الإمكانيات الداخلية والإقليمية والدولية؟ الكل يدعم العراق الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. دعني يعني في البداية أعقب على حضرتك، تقول أنه اللي صرف على الكهرباء 46 مليار دولار. نعم، أنا أعتقد المبلغ أكبر من هذا بكثير، لأن لو حسبنا ما صرف المواطن، مواطنين نعم، يعني شعب العراق، كم المبالغ اللي دفعها على هذه الكهرباء، كم استيرادات الكهرباء، سنجد أن المبلغ يتجاوز 100 مليار بكثير، مبالغ هائلة جدا جدا، لأنه هذه فقط الدولة تقول اللي تدعي أنها خصصتها للكهرباء. نعم. أريد أن أقول بداية أنه يعني هذه الحكومات لو كانت تحترم العراق وكانت تحترم المواطن لما وصل بها الحال إلى هذا الدرك الأسفل. لكن أصل القضية يعني ربما يعني الأستاذ إحسان تحدث عنها، نحن لا نعاني من قلة كوادر فنية، قدرة عقول في العراق هذه موجودة وكلنا نعترف بها، وتحدث عنها الأخ المهندس وهو لا أعرف بهذه القضية. نعم. جذر القضية، أنت أي أزمة عندك لديك في أي مكان في العالم تذهب إلى جذرها، عندما تريد أن تحللها تعرف ما هي أسبابها تذهب إلى الجذر. جذر هذه المشكلة هو جذر سياسي أبدا، كل الأزمات اللي موجودة في العراق جذرها سياسي وأصلها سياسي. لماذا؟ نحن نتحدث عن الحكومات، حكومات من عام 2003 لحد الآن، هذه الحكومات تدعي أنها حكومات شرعية لأنها انتخبت، منتخبة فيها الشرعية، وهذه كذبة كبيرة. الحكومة الشرعية هي الحكومة التي تقدم خدمات للمواطنين، هي تؤدي اليمين، تقسم اليمين في أنها تصون الوطن، تقدم للمواطنين كل الخدمات، تحافظ على أمنهم، تحافظ على كرامتهم، كل هذه الأمور كل هذا تقدم الحكومة. إن فشلت هذه الحكومة في تحقيق ذلك فهي حكومة غير شرعية غير قابلة للاستمرار. من عام 2003 لحد الآن لا توجد حكومة واحدة بكل تفاصيلها بكل تفرعاتها بكل تفاصيل الصغيرة شرعية أبدا، لأنها لم تقدم شيئا للمواطن. ودليل الكهرباء اليوم نتحدث عنه، 15 سنة تصرف هذه المبالغ الكبيرة جدا جدا والمواطن لا يتمتع بالكهرباء، الكهرباء غائبة، كل المسؤولين يتحدثون عن أن هناك فساد. نعم. ولا يقول لنا طيب ما هو الحل، لماذا هذا الفساد؟ طيب ما هو الحل؟ ما ذنب المواطن؟ المواطنين طلعوا تظاهرات، خرجوا في تظاهرات في كل المدن العراقية طوال هذه السنوات، ينادون بالكهرباء، ينادون بالخدمات، بس من ضمنها الكهرباء. وربما أول تظاهرة خرجت هي كانت عن الكهرباء في البصرة. نعم. واستمرت هذه التظاهرات. نعم. القضية نحن نتحدث ربما اليوم عن غياب الكهرباء التجهيزات المنزلية لأغراض المنزلية، ولا نتحدث عن غياب الكهرباء، هنا أعود أقول أن جذرها سياسي، لا نتحدث عن الكهرباء الغائبة التي تؤثر على الصناعة والزراعة. سنتحدث دكتور لو سمحت لي. لا، لأنه هذا نعم، هو جذر نعم، القضية الأساسية. سنتحدث عن التأثيرات السلبية للكهرباء. نعم. عندما تكون الحكومة تريد أن تبني بلدا فيه صناعة وزراعة، ما فيه بطالة، فيه بناء، فيه تنمية، يجب أن توفر الكهرباء. نعم. لأن الكهرباء عصب الحياة. نعم. عندما لا توفرها فهي أساساً لا تريد الحياة أن تتقدم ولا تريد لهذا البلد. نتوسع في هذه النقطة لو سمحت. نعم. لي في هذه القضية وتأثيراتها السلبية على نهضة تنموية، على نهضة اقتصادية. نعم. على إطلاق عملية إنتاج، في إنتاج زراعة صناعة. نعم دكتور عبد الحميد العاني، يعني مشكلة الكهرباء إلى هذا الحد أصبحت مستحيل حلها في العراق برغم كل هذا الدعم، هل فعلاً هذه معضلة يتعذر يستحيل حلها اليوم؟ احنا 15 سنة برغم كل هذه الإمكانيات، هل مستحيلة فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
مشكلة الكهرباء في العراق كما ذكر الأساتذة الأفاضل هي ليست مشكلة طاقة وإنما مشكلة إدارة ومشكلة سياسية بالدرجة الأولى. والمواطن العراقي حينما يخرج متظاهرا ضد هذه الأزمة مطالبا بها ليس معناه أنه الملفات الأخرى قد قدمت له وسدت، ليس معناه أن المواطن مرتاح في بقية الخدمات، بقيت عنده فقط هذا الملف، ملف الكهرباء يطالب به، لكن لأنه مشكلة الكهرباء تمس حياة جميع الناس اليوم مثل ما ذكر الأستاذ دكتور رافع قبل قليل في بيوت الناس، لكن أيضا هذه المشكلة واحد من أعلى درجات الحرارة في العالم، جو العراق والمنطقة كلها الخليج وكل لكن العراق الظروف الجوية قاسية جدا. وبالمقابل هنالك ثروة كبيرة جدا من الطاقة، يعني قديما قال أحدهم قال إذا كان البترول رخيصا فلماذا نعيش في الظلام، وإذا كان غاليا فلماذا نعيش في الفقر. البلد العراق ثاني احتياط بترول، فإما أن يباع البترول هذا بأثمان غالية فعلا فيعيش المواطنون برخاء، أو يحرق هذا يعني مولدات والمحطات الحرارية وغيرها. العراق يمتلك ثروة كبيرة في كل النواحي سواء مادية أو بشرية، لكن المشكلة مشكلة هنا إدارة كما ذكر الأساتذة الأفاضل. هنا أكرر وأقول ملف الكهرباء ليس الملف الوحيد، ونحن لا نتحدث عنه بمعزل عن بقية الملفات الأخرى كما يقول هم المختصون والتقارير الدولية، أن ملف الكهرباء الفساد في الكهرباء هو ملف ضمن 88 ملف في القطاعات الأخرى. يعني الكهرباء كله ملف واحد يقابله 88 ملف فساد في الصحة والتعليم يعني إذن مثل ما ذكر الدكتور رافع القضية هنا قضية الجذر، قضية الفساد الذي نتحدث عنه في كل حلقة في مظاهر كثيرة، فأحد هذه المظاهر اليوم الكهرباء. فلماذا؟ هل هي فعلا حلها مستعصي؟ الخبراء يقولون ويتحدثون وبالأرقام أن القضية ليست قضية صعبة حلها، دول أضعف من العراقي إمكانيات مادية وبشرية استطاعت أن تؤمن لشعبها هذا الأمر. فلماذا العراق؟ العراق القضية قضية سياسية، هنالك جد أمور عبد. منها جانب الفساد ومنها جانب متعمد الذي له علاقة بالفساد، فساد في نهب الأموال المخصصة لهذا القطاع وعدم الوفاء للمواطنين بتقديم الخدمة اللازمة لهم، ومثل ما ذكرت 46 41 مليار أو أكثر أو أقل، وهنالك مليارات أخرى التي أشار لها الدكتور الذي هو ضياع قطاع تدمير قطاعات أخرى بما فيها القطاع الصناعي. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا له علاقة بالفساد، أنه احتياجات المواطنين تزداد بسبب إهمال جانب الكهرباء. من ينتفع منها؟ شركات الاستيراد التي أيضا يسيطر عليها وتكون مدخلا من مداخل الفساد. سنتحدث أيضا عن عملية مساومات هذه أو هي أسباب كثيرة أو قضية حتى المتاجرة بالضبط، فهذه أسباب متعددة كلها تؤدي إلى تراكم هذه. أستاذ إحسان عبيدي في عمان، كم يحتاج العراق الآن من الطاقة الكهربائية حتى يضمن وجود تيار كهربائي مستمر، وكم هو المنتج حاليا؟ نعم، هذا السؤال جدا مهم. نعم، اليوم بالضبط اطلعت على نشرة الكهرباء، نعم، كان معدل الانتاج في حدود 10,000 ميجاوات. الوزارة تقول انه نحتاج الى 20,000 حتى نقدر نوفي بالتزاماتنا. إذا سمحت لي أستاذ حسان أيضا من خلال البحث أيضا هذا قضية الحاجة، أنه 20,000 تحدثت عنها الوزارة في عام 2013، إحنا اليوم حوالي نقترب من 5 سنوات، يعني 20,000 عام 2013، يعني أكيد الحاجة زادت خلال 5 سنوات. نعم تفضل. صحيح، ياكو معدلات لكل فرد إيش قد نخصص كهرباء، يعني يسموها الكهرباء بير كابيتال، يعني حصة الفرد من الكهرباء. نعم. وهاي استندارات عالمية، أكو واحد يقول يراد كيلو واط واحد
أو الأخ يقول اثنين، مثل هسه بالكويت حوالي 2 كيلو وات لكل شخص، احنا 0.115 يعني 150 وات، هناك 2000 احنا 150 وات. طبعا هنا تجي على استقرار الدوله والرفاه، الرفاه والغنى مال الدوله. احنا مشكلتنا نبيع الكهرباء ارخص من ما ننتجها، فلهذا يصير تبذير بيها. اخر تقرير لوزاره الكهرباء تقول الضياعات 60% من الانتاج، وهاي كارثه. ليش الضياعات؟ يعني لماذا هذه الضياعات؟ اسبابها؟ نعم، اسباب الضياعات استاذ، الضياعات اكو قسمين، ضياعات فنيه مقبوله نعم بستاندرات عالميه، واكو ضياعات اخرى نتيجه التجاوز، نتيجه يسموها التشطيل على الشبكه. تعريف الضياع بالكهرباء كل كيلووات منتج لا تسترد قيمته، هذا يسمى ضياع. لما يقول لي انا 60% ما اقدر، ما يجيني الوارد مالتها، هذا طبعا ضياع لا يمكن املاءه. مثل واحد عنده راتب 1000 دولار، لكن ينباق من عنده 600 دولار، زين يروح يشتغل بعد، يعني ينتج كهرباء بعد حتى يعوض له، يعالج السرقات. طيب، ويعالج الضياعات. هل هذه الضياعات يعني ترتفع معدلاتها ايضا، او لها علاقه بقضيه تهالك وقدم الشبكه او شبكات الناقله للطاقه الكهربائيه، ام ليس لها علاقه سواء كانت جديده او متهالكه؟ لا لها علاقه، جدا لها علاقه، لكن اكو ضياعات يسموها مقبوله فنيه، لكن احنا عندنا الضياعات السرقات والتجاوزات والفساد. يعني وزير الكهرباء يعترف، يقول الموظف أدزه عالجباية يعطوه 5000 ويرجع ما يسلم الفاتورة للمواطن. فلهذا رحنا جبنا شركات خاصة تسوي جباية. لكن مع هذا هسه يقول احنا 17% نقدر نجبي، توصلنا الجباية، هاي شيء فظيع. فإذا انت الكهرباء ده تصرف عليها 11.5 مليار سنويا، ما يسترد منها 5.5 مليار. 11 مليار دولار ام دينار؟ دولار. 11.5 مليار دولار يساوي 14% من ايراداتنا من النفط. يعني 14% من ايرادنا من النفط كانه يروح استهلاك فوضوي او ضياع، يعني تشطيل او تجاوز من إضافة إلى فساد الموظف. يعني الموظف ما يجبي، يعني يرتشي. فهذا اعتراف الوزير، يعني مو إحنا نقوله. نعم. طلع بأحد اللقاءات يقول من قالوا له ليش تحولت إلى الشركات الخاصة بالجباية؟ كل العالم الجباية صار حكومية، يعني بالعكس الإنتاج يمكن تحوله. لكن شو احنا بالعكس اسهل شيء هي الجبايه. نعم. الحكومه اذا ما تقدر تجبي، نعم، ما ممكن القطاع الخاص يقدر يجبي، لان شلون القطاع الخاص ما عنده، راح يرجع على الدوله يقولها حضري. على اعتبار ان الدوله يعني لديها قوه القانون، عندها ايضا القوه الباطشه. طيب استاذ احسان، يعني السبب المواطن فقد ثقته ويا الدولة نتيجة الوعود مثل الملك. نعم. يعني يقول له احنا بال 2011 يقول له احنا راح بال 2013 نكتفي من الكهرباء بل نصدرها الى دول الجوار. هسه 2018 احنا نستورد من ايران ونستورد من كردستان جيد اوصلتنا الى هذه النقطة من ضمن الحلول او الرؤى اللي مقدمة من قبل الحكومة لمعالجة مشكلة الكهرباء، هي استيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار، وربما طبعا الحصة الأكبر جاية من إيران. ما هي الملاحظات السلبية أو المؤاخذات التي تسجل
على عملية استيراد الطاقة من الجوار العراقي خاصة من إيران؟ أستاذ هذا 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 في النقطة كلش مهمة. نعم. هي استيراد الكهرباء، يعني ما ممكن دولة غنية بالنفط وتستورد كهرباء، يعني الكهرباء طاقة والنفط طاقة، بس تحويل الطاقة من شكل إلى شكل آخر. فليش إحنا نستورد الكهرباء؟ يعني أجيب لك مثل اليوم اطلعت أنه 1000 ميجا واط إحنا نستورد من إيران هذا اليوم 1000 ميجا واط بالساعة. خلي أقول لك كلفتها هذه، نعم، 100,000 دولار بالساعة. خلي نركز على هالرقم، 100,000 دولار بالساعة. بالساعة احسبها باليوم ايش قد تطلع الكلفة كتير. السنوية، الكلفة السنوية للاستيراد ايش قد؟ باليوم 200,000 مليارين 1,400,000. الكلفة السنوية حوالي 1 مليار. احنا لربما توصل حسب الاتفاق ويا ايران 4 خطوط عندنا نستورد من ايران الى 2,000 ميجاوات. يعني الى 2,000 ميجاوات نستوردها نطيهم سنويا 2 مليار. نفس الشيء عندنا احمد اسماعيل اللي ابو بسمايه، هم 2,000 ميجاوات بحدودهم 10 سنت للكيلو، هم راح نطي بالسنه 4 يصير مليار. فهذه فلوس بنشمرها احنا، يعني بالساعه صور بالساعه نطي حوالي 300,000 دولار بالساعة. هذا يعني أنا كل ساعة أنشئ مستشفى، كل ساعة أنشئ مدرسة. التخصيصاتنا من النفط، يعني فلوسنا من النفط تروح 15% للكهرباء ضياع، هم ما ندبريها، ما موفين العالم كلها، وهم ما نقدر نسترد مبالغها. يعني ماكو هيك فوضى بأي منطقة بالعالم. يعني 11 مليار تصرف على الكهرباء، لازم تسترد اقلها سد بسد تطلعها اذا ما تريد تطور صناعتك. هذه تستقطع كلها على حساب الصحه. طبعا صرفيات الكهرباء والضياعات في الكهرباء تساوي تخصيصات الصحه ووزاره التربيه ووزاره التعليم العالي والصناعة والزراعة، يعني تخصيصات 5 وزارات مهمة تروح حصتها. والأكثر والأدهى من هذا إحنا نستدين حتى نوفر كهرباء وما نوفرها بالصورة الصحيحة. فهي هذه المشكلة بالجباية، المشكلة بالتسعير، استرداد الكلف، هذه مشكلتنا. والاعتماد على إيران، نستورد من إيران كهرباء ونستورد من إيران الغاز ونستورد من عندهم الديزل أو النفط. فهذا يعني بي جنبه سياسية مثل ما أنتوا ذكرتوا. نعم، أشكرك. إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع الضيوف هنا في مشكلة الكهرباء في العراق. طبعا الفاصل صراحة يتضمن تقرير مصور عن مشكلة الكهرباء في العراق، نشاهده ثم نعود لإكمال النقاش.
أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في مشكلة الكهرباء في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني وسيد إحسان العبيدي الخبير في مجال الكهرباء معنا عبر سكايب من عمان. دكتور رافع الفلاحي، قضية الكهرباء هل تعتقد أنه يعني كما هناك الكثير من الاتهامات هي موضع ابتزاز، موضع مساومة سياسية بين شركاء العملية السياسية؟ هناك اتهامات أن القضية تتعلق بمتاجرة بهذا الملف، وطبعا مجاملة سياسية أو متاجرة خاصة مع إيران، وذكر الأستاذ إحسان العبيدي عن أرقام كبيرة جدا في قضية الكهرباء تذهب إلى 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 إيران. هل القضية أيضا واحد من أسباب تعثر الكهرباء، عدم إصلاحها والانتهاء من هذا الملف، هو هذا الابتزاز والمساومة والمتاجرة؟ طبعا بالتأكيد هذا موجود. يعني عندما تحدثنا عن أن أصل الأزمة هو أصل يعني أصلها سياسي، هذا ما كنا نريد أن نصل إليه. أمريكا عندما قادت كل هذه الجيوش وجاءت لاحتلال العراق أرادت تدمير العراق، إيصاله إلى وقالت يعني لم تخفي هذا، قالوا سندفع بالعراق إلى عصر ما قبل الصناعة، وفعلا وصلوا العراق إلى هذا، ويريدون أن يبقى العراق بهذا الشكل، واستهدفوا كل كفاءاتك وقدراتك، كل إمكانات استهدفت بطريقة واضحة. يتوقع الحكام الجدد في العراق أنهم يتاجرون بمعاناة شديدة للناس في العراق في درجة حرارة في الشمس ربما تصل إلى 65 في كل سنة. هذه المعاناة يعني الطقس هناك جهنم إلا قليل. معقولة هؤلاء الناس يتاجرون بهذه؟ يتاجرون نعم، لأنهم مجرد أدوات. أنا أردت أن أصل إلى القضية أن من يتحكم في العراق هي قوتي الرئيسية أمريكا وإيران. إيران تريد عراقا ضعيفا ليس فيه لا صناعة ولا زراعة ولا تعليم جيد ولا صحة جيدة، شعب مدمر، بلد مدمر، وأمريكا أرادت نفس. اتفق يعني هناك توافق أمريكي إيراني في هذه القضية، في هذا الهدف. هذا الهدف جزء من عنده، خدمة الكهرباء جزء من عنده. نحن نتحدث عن الكهرباء عصب الاقتصاد، عصب حياة. الكهرباء تدخل في الصناعة، في الصحة، في التعليم، في كل شيء. إذا كان هذا كله يتوقف وأنت تدفع البلد إلى الدمار، فيجب أن تتوقف الكهرباء وتبدأ المساومة. هناك فساد في هذا البلد، فأنت تتحدث عن ابتزاز. نعم الكل مستفيد. هناك يعني من يتحدث محاسبيا يقول، وتحدث المهندس إحسان قال أنه من إيران استورد 1000 ميجاوات بمليار دولار سنويا. يعني المليار دولار تعطي 1000 ميجاوات. احنا صرفنا 46 مليار دولار لحد الآن. الحكومة تحدث، شوف الكمية اللي حاجة العراق 20 ألف ميجاوات. ينتجون الآن مثل ما تحدث المهندس قبل قليل، قال ينتجون الآن 10 آلاف ميجاوات. 10 آلاف تهدر منها، تحدث عن 60%، لنقل 40%، 40% تهدر من عندها. إذا احنا ننتج 6 آلاف ميجاوات فقط، وحاجتنا إلى 20 ألف ميجاوات، أكثر من 20 ألف ميجاوات، أكثر ربما. يعني العجز كبير، نحو 15 ألف ميجاوات. من يوفر هذا؟ يوفر بأولاً استيرادات، مثل ما نستورد الباذنجان والطماطة وكل شيء. لا زراعة لدينا ولا صناعة، وأسواق مفتوحة، والعراق مستهلك، فيجب أن نستهلك الكهرباء أيضاً من 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 إيران ومن من دول أخرى، وندفع لهذا عمولات، وهذه الشركات وقوى سياسية تعمل فيها وتستفاد من عندها. فبالتالي ملف الكهرباء ملف فساد كبير جداً جداً. القضية ليست قضية فنية، يعني خبرات فنية وقدرات، ولا العراق لو كان فيه إرادة وطنية وإرادة إداري وعقل إداري يحافظ على العراق، لكان يعني حتى لو لم تكن لديه كوادر فنية يجب مستثمرين معينين، كوادر من الخارج تنصب له المحطات وتنتهي القضية. لكن الموضوع أكبر من هذا. نعم. هذا موضوع يعني ملف للفساد، ملف كبير جدا جدا، الكل يبتز الكل به، والمواطن من يدفع الثمن. أما آخر هموم هذه الحكومات، 15 سنة أوصلوا الناس إلى حالة يرثى لها، حالة غريبة عجيبة في العراق. آخر همومهم أن يبحثوا عن حاجة المواطن وما يهم المواطن.
جو حار جو بارد هذا لا، والكل يعني يلقي بال بال نعم. بالاتهامات على الآخر، يعني شركاء العملية السياسية يلوم الآخرين، الوزارة تلوم وزارة، رئيس حكومة يلوم الوزير وما إلى ذلك. ونسأل دكتور عبد الحميد العاني، يعني هذه عملية إلقاء التهم واللوم بين شركاء العملية السياسية، من يلقي باللوم أو يتهم شريكة بالعملية السياسية يكون قد يعني أبرى الذمة وأصبحت ساحته يعني خالية، وكأنه صارح الرأي العام العراقي بحقيقة ما يجي وهو بريء. هل هو بريء؟ تبرئ هذه الشهادة أو هذه التهمة على شركاء في العملية السياسية؟ يعني هي مجرد تبادل الاتهامات، هو فقط هروبا من المشكلة ومحاولة خداع الرأي العام والمواطن العراقي. وإلا في حقيقة الأمر هذا الصراع بين السياسيين أنفسهم هم صراع داخل هذه الدائرة. بالمناسبة نحن نقول أربع حكومات، ربما البعض يتبادر إلى ذهنه مثل ما يحدث في بقية دول العالم أن حكومة تأتي عقب حكومة تغير البرنامج، يعني تصلح أو تستدرك الخلل السابق. هي حقيقة هي ليش الحال مو هكذا يعني؟ الحال والعراقيين يعني الشعب العراقي يرى أنها هي حكومة واحدة ممتدة لكن مجرد تبادل الأدوار. ما معنى أربع حكومات ونفس الأشخاص يتبادلون الأدوار هنا وهنالك؟ رئيس الوزراء يصبح نائب رئيس الوزراء، ونائبه يصبح رئيس الوزراء، ووزير النقل يصبح وزير الصحة، وما علاقة هذه بهذه؟ لا شأن لهذا. صراع هؤلاء السياسيين داخل هذه المنظومة هو كاشف لهذا الفساد، هو يفضح الفساد ولا يصلحه لا يعالج. هل رأيت يوما كل هؤلاء الذين يتصارعون أو يفضح بعضهم بعضا، هل أحدهم أصلح شيئا أو منع شيئا من هذا الفساد؟ هو فقط مجرد تنافس في داخل هذه الحلبة لمزيد من الفساد لنفسه. نعم. يعني كأنهم يتنافسون من أجل الفساد لا من أجل إيقافه ومنعه أو إصلاح هذا الخلل. السؤال لماذا؟ ماذا الذي يجري في العراق؟ الذي يجري في العراق أن هذه الوزارة، وزارة الفساد، شأنها شأن بقية الوزارات الأخرى. وأنا قلت قبل قليل أن هنالك 88 ملف يشمل القطاعات. نعم. الأخرى. هذه الوزارة شأن البقية هي تدخل في المساومات، وهذه المساومات بما أنه تشترى هذه الوزارة ويشترى هذه المواد بمقابل مال، إذن يجب هنالك أنه يكون فساد لسداد هذا المبلغ الذي اشتري به هذا المقعد. نعم. أستاذ إحسان العبيدي، في عمان في عام 2010 حكومة العباد استوردت مولدات تعمل بالغاز الثقيل، اتضح بعد ذلك أن العراق لا يمتلك هذا النوع من الغاز. ممكن معلومات أكثر عن هذه المولدات، كيف استوردت، لماذا استوردت، وهي طبعا استيرادها يعني نوع من المولدات يعمل على الغاز، مع العلم بالعراق ماكو هذا النوع من الغاز. ما هي معلوماتك؟ لا، الحقيقة هي مو غاز الثقيل مثل ما ذكرت. نعم. هو الغاز الطبيعي يعني المنتج في العراق، لكن يراد له تحلية حتما، وكنا احنا عندنا نحليه ونجهز محطاتنا. إذا تسمح لي أوضح لك، إذا سمعت لي، هذا النص. نعم. مقتبس من تقرير للجنة النفط والطاقة البرلمانية، هذا التقرير لها قدمت تقرير تحدثت عن هذه القضية، يعني أنا نقلت منها. نعم. لا، هي حتى إذا هو مذكور بخطأ. نعم. يقصدون إحنا عندنا النفط الثقيل، أما الغاز عندنا الغاز الطبيعي اللي. نعم. نستخدمه بالمحطات يعني حرية، لكن يكون محلى يعني مصفى من الكبريت والشوائب الأخرى. طيب. نستخدمه بالمحطات. المشكلة مو هاي، هو يسموها احنا المحطات الغازية، تسمى غازية. نعم. لكن مو بالضرورة تشتغل على الغاز، تشتغل على جميع أنواع الوقود، بس الأفضل تشتغل على الغاز. طيب. من الأفضل تشتغل على الغاز، بس الجابوها فعلا احنا لو عندنا غاز كافي المفروض يعني هذه كلش جيدة إليه، لكن قمنا نشغلها على الوقود الثقيل. الوقود الثقيل هو فد مشكلة، لازم يتطلب عمليات كلش كبيرة وتقل كفاءة المحطة إلى آخره. الصوت أظن ما واضح. المشكلة أن هناك تقرير حكومي تحدث أن هذه المحطات استوردت وبقيت في العراء في أم قصر حتى صدئت واندثرت ولم يستفد منها.
لا مو الكل، مو الكل يعني، حتى واحد يكون حقاني مو الكل، اي لكن استوردت بسرعة وعجلة، لأن كأنه فرض انفرضت، لأن كان أكو انهيار اقتصادي بكل دول العالم بال 2008، فاضطرت جي إي تأخذ من عندنا مبلغ حوالي 4 مليارات دولار ونقد وتجهزنا بعد سنتين بالأجهزة، ومن جهزتنا بالأجهزة قمنا ندور على شركات ناصبة، وفعلا بقت بالعراء السنين، لكن على مدى حوالي 6-7 سنوات قدروا أغلبها ينصبوها. بس المشكلة من النصبات قسم من عندها ما متوفر الوقود إلها، لأن بصورة اعتباطية توزعت. احنا كنا حوالي ندرس 5 سنين حتى نقرر المحطة وين ننصبها، توفر الوقود وتوفر المياه توفر الكادر، يعني لازم اكو مستلزمات للمحطة. هنا يجي يعني تصير على مناطقية لربما تدخل بها الحزبية والطائفية. طيب. يعني ما معقولة واحد يخلي محطة غازية بمدينة الصدر، يعني هذا العالم كله منطقة مكتظة بالسكان تخلي بها معمل ملوثات، وبعدين تحير شلون تودي له النفط، هذه المشكلة شلون توفر له الماء. أي كثير من المحطات توقفت عدم وجود المناطق قريبة لتجهيز الوقود. قمنا نسوي بايبات، نجيب من إيران ونجيب من الكويت مرة. فهذه في الدقائق الأخيرة، لأنه احنا نوشك على الانتهاء الحقيقة، الحكومة من ضمن يعني برؤيتها أو حلولها لقضية الكهرباء في العراق، المشروع أو قطاع الكهرباء يعني مطروح للاستثمار في أو للخصخصة، لما الاعتراض على خصخصة هذا القطاع أو طرح الاستثمار الخاص؟ الخصخصة هي مو عيب يعني. كثير دول العالم القطاع الخاص هو يدير حتى الكهرباء ومجالات أخرى، لكن مال أنت عندك كادر متضخم، يعني المطلوب للعراق كادر بحدود 30,000، 30,000 وإحنا عندنا 150,000 و40,000 41,000 متعاقدين. هسه مشكلة المتعاقدين، يعني صار عندنا هنا تكدس بالكادر وفائض وبطالة مقنعة، وبنفس الوقت نعطي إلى الاستثمار الخاص. هذا ما يتوالى. يعني أنت لو تروح لو دولة، أنت دولة تمشي على نظام السوق، يعني دولة رأسمالية حالها على الدول، وإحنا بدنا نعترف أنه تحولنا من نظام اشتراكي إلى نظام رأسمالي، نظام السوق. فهذا المدى يدركه المواطن لحد الآن، يريد الكهرباء توصل، الحكومة توفر الهيئة. طيب هل السابق أستاذ حسان، إحنا في الدقائق الأخيرة، هل تعتقد أنه هناك أفق أو حل قريب لمشكلة الكهرباء في العراق في ضوء كل هذه التحديات والمعوقات، سوء الإدارة، الفساد، ومشاكل كثيرة؟ هل تتوقع أنه هناك حل على الأقل في المدى القريب؟ نعم، يوجد حل في المدى القريب، هو الإدارة السليمة، التخلص من الضياعات، التخلص من الفساد، معرفة أوفر بالقليل 50%، 50% من الضائعات لازم تتوقف. هذا هدر، هاي أموال تأخذ من الخدمات الأخرى، تأخذ من الصحة، تأخذ من التعليم، وهكذا. ما ممكن أن يوفر لي كهرباء ويخرب لي الصحة، وما ممكن يصير التعليم كليته حتى الابتدائي يصير خاص، تعليم خاص ويوفر لي كهرباء. لا، ما ممكن يوفر كلها توفر بكلفها الحقيقية. أهم شيء الكلف الحقيقية، ما يسعر إحنا بسنت واحد الكيلو
وهو سعره عالميا 20 سنت، هذا ما ممكن. شكرا. ما ممكن. شكرا للأستاذ إحسان العبيدي المتخصص في مجال الكهرباء، كنت معنا من عمان عبر السكايب. أيضا أشكر دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، كانوا معنا في هذه الحلقة التي ناقشت مشكلة الكهرباء في العراق. نتوقف لبضع ثواني ونعود مع دكتور رافع الفلاحي ليمدنا ويرفدنا بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة. دكتور، يعني هل ثمت بصيص أمل في حل هذه المشكلة المزمنة، مشكلة الكهرباء التي تمس حياة الناس خاصة في فصل الصيف ونحن مقبلين على فصل الصيف، وأيضا بقية القطاعات؟ هناك أيضا حديث عن أنه الانتخابات القادمة ستشهد تغيير، العباد يتحدث عن عملية تنمية، اقتصاد، محاربة الفساد بعد مرحلة الإرهاب، هل يمكن أن يؤخذ هذا الكلام على محمل الجد؟ ربما يلخص هذا القول الأستاذ ماجد ما تحدث به المهندس إحسان قبل قليل في بداية هذه الحلقة، قال أن الكهرباء يجب أن تكون هناك دولة تديرها، يجب أن هناك منظومة إدارية لدولة، دولة فعلية تديرها. نحن ليس لدينا دولة، يعني نتحدث عن هذا الموضوع، نتحدث عن الحلول عندما نجد الدولة. الدولة غائبة، وغائبة بسبب وجود هذه الحكومات المتعاقبة التي هي حكومة واحدة مثلما أشار الدكتور عبد الحميد، وهو دقيق في توصيفه. هذه حقيقة، عندما توجد حكومة وطنية لديها مشروع وطني، لديها خدمة للوطن والمواطن، تعطيه خدمات، ستبحث هذا الموضوع. لا خصخصة ولا غير الخصخصة، يتحدثون عن الخصخصة والخصخصة في بلد هو الخامس بين أكثر دول العالم فساداً. الخصخصة ستؤدي إلى إهدار أموال العراقيين أكثر، ستؤدي ليست إلى حلاً؟ أبداً ليست حلاً. ليست حلاً. هناك في بلد الفساد في صفر أو في بنسبة معقولة أو مقبولة ربما تكون، وموجودة في دول العالم، نعم تجارب ناجحة لا ننكرها، لكن في العراق اللي هو واحد من أكثر 5 دول في العالم فساداً وخراباً وإهداراً للطاقات والأموال والكفاءات، لا يمكن الخصخصة تؤدي إلى أنه مجموعة من الفاسدين سيخدمون مجموعة أخرى من الفاسدين، والكل على مسار الفساد. يعني آخر مسار للفساد وباب للفساد، لا حل إلا بمشروع وطني، إلا بحكومة وطنية ترعى المواطن وتقدم له الخدمات، وحكومة شرعية فعليا. شكرا. ليس مثل ما يقولون. أشكرك دكتور، حياك الله، نلتقي في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا.